السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم جبت لكم واحد الغوبو، برومي غوبو كونيكتي ديال كارفور. خرجاتو نهار 27، نهار الاثنين اللي داز خرجاتو، وقلت نشارك ونوري لكم الشكل ديالو اللي انتريسي ولا هكا. بوغاستو انا مازال ما سييتوش، اليوم ان شاء الله نسيه وان شاء الله نشارك معكم شي وصفات بيه وداكشي. هاد الغوبو هذا كما قلت لكم اول غوبو كونيكتي دارتو كارفور، ودارتو بلا مارك فاغور كما كتبان لكم هنا فاغور. والشكل ديالو كما كتشوفوا حتى هو كيدير كلشي، عنده كما كيبان لكم هنا دوز فونكسيون اللي ديجا اللي فيه، وكما كتشوفوا هنايا راه فيه 1500 واط، والبول ديالو كيهز 5 يترو، وفيه ديجا 400 ديال لي روسيت ديجا فيه، و10 نوفيل كتيليشارجيهم تو لي موا كما كيبين لكم سميتو. انا البارح شعلتو درت له ميزاجور، وواحد الحاجه لحقاش كانت بزاف ديال لي غوبو بحال هذا الشكل هذا كيقول لك راه ما كيتكونيكتاش من التليفون. انا هذا الغوبو هذا البارح درت له كونيكسيون بالتليفون، وكما كتشوفوا هذا هو الغوبو ديالنا. كيشعل من واحد البوطونه عنده هنايا في الجنب، كنظن سمعتوا الصوت ديالو، تسناوه يشعل، ما كيبانش مزيان ولكن مكتوبه فيه هنايا فاغور. هايا كتبان لكم واحد خرجت واحد بيانفوني زعما. انا كيما قلت لكم هادي ديال الانترنت باش كتلقى الويفي ديالك. هادي الميزان نردوها زيرو هكا، فوالا. نديرو واحد التجربة، نديرو فيه هادي، شوفو شحال كتعبر. كتعبر 45 غرام. واخا نردوها زيرو فوالا، ونخرجو من تمايا. هادي كتبين لك بالنسبة لهاد لي توش هادو هنايا، هادي راه باينة ديال هاد الموس هذا، السرعة ديالها وداكشي. وكما قلت لكم كما نقول لكم كاين الشرح ديالهم هنا، انا مازال ما قريتش الصراحة هاد الكتاب هذا، شارحين فيه كلشي هنايا بالتفصيل هاد الكتاب. وراه كيعطيو مع هاد الكيد ديوتيليزاسيون صافي، نسيت ما قلتهاش ليكم، كيعطيو غير هاد الكيد وصافي، يعني زعما الطريقة وداك الشيء ما لقيتهاش فيه الصراحة. و صافي هنايا الاخر كيفاش تقلبي، كيفاش تقلبي اصلا. دابا ما مكونيكتيهش انايا، ما دايرهش، ما مشعلاش الكونيكسيون فيه. مي كتشعل فيه الكونيكسيون كيبان لك الكلافي هنا باش تكتبي. صافي نرجعو هنايا للول كما قلت لكم. مثلا انا غادي ناخذ شحال ناخذو، كاين هنا هذه الماكله ديال لي بيبي تا هي بالنسبه للناس اللي عندهم الدراري. مثلا انا غناخذو هنايا ناخذو لي سوب، كناخذو لي سوب، ناخذو هاد كريم وشوفلور. سمحوا لي حقاش انا اول مره كنجربو هنايا معكم. فين هي؟ بانت لي كبيره. هي كريم وشوفلور كتعطيك كومونسي لا روسيت، تاك كنكليكو عليها هنايا. هذا هو الغوبو ديالنا، انا مركبه له كلشي كما كتشوفوا معايا. هذا كيتهز هكا بكل سهوله، وفيه هنايا جوج طبقات ديال التفوار
هادي حتى هي سي ديال التحرك هادي، ومع هادي الكبيره هي هادي. وزوينه هنايا دير فيها مثلا الخضره وهكا، وهنايا دير الحوت يتفور من الفوق. زوينه. ولافونتاج ديال هادي هو دايرينها تقريبا بحال تيرموميكس، دايرين الشده ديالو من هنا. لحقاش كاين واحد الروبويات اخرين بحال هاد الشكل هذا ديال تمنه مناسبه بحال هذا، عندهم الحله من هنا كتهز منا ومنا سكيفي كتحرق. هذا لا هذا هكا زعما بروتيجي من الحراره. كاين معاها عاود هاد الاخر هذا، اوب سمحوا لي، عاطين معاها هاد ستاتو هذا، عنده واحد الراكوش هنايا. وكما نقول لكم دابا ان هذا كيتحل، كاين واحد البطونات هنايا لتحت خاصك تورك عليهم باش كيطلع، كيطلع بكل سهوله. عطيني كتردو كيما سمعتو معايا، دار واحد الطق الا سمعتو، وهنايا كيتحل بكل سهوله بحال دوك لي الكوكوت سيترام، بحال نفس الحله عندهم. وهادي كومون ثقيله شويه، عندها واحد الجلده هنايا بحال الكوكوت عاديه. وهنا نحيت له هذا لحقاش كنت رديت له الماتيريال هذا ديال العبارات، وشون في نفس الوقت العبارات. وكاينه هاد الشبيكه، هاد الشبيكه هادي باش نوريكم واحد الحاجه. كاين هاد اللي قلت لكم قبيله، عند واحد الكروشي هنا مثلا الا كانت سخونه كتحاولي تعاوني بها هكا حتى كتطلع باش تهزي هادي. ما عرفت انا كنوريكم، انا اصلا كما قلت لكم يا مازال ما جربتوش، ما عرفتوش خدام مزيان ما خدامش مزيان واش سميتو. والموس ديالو كما كنوريكم دابا، اصلا الماس عنده جوج، عنده هذا وعنده هذا، هذا بحال بلاستيك كيبان ليا، عنده نفس الماتيريال ديال هذاك ديال هادو د الفابور، وهاد الاخر نفس غير نفس الصنع كيبان لكم، نفس الاخر نفس الصنع فيه، هما كيبان لكم هنا ديك زعما ماكسيموم ديال الاخر. وانتوما البنات نوري لكم الشكل ديالو. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو تاخذوا واحد المعلومات زعما صغيره فيه، انا ما درت شي حاجه زعما غير من وريت لكم بحال هكا شاركته معكم. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وان شاء الله نقدموا فيه وصفات اخرين نجربوا علاش لا. انا بغيت اول حاجه بغيت نديرها فيه بغيت نشوف ندير فيه العجينه، هذا الخبز. المهم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، ان شاء الله نتلاقاو مع فيديو جاي.